بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، ورجعنا لكم يا جماعة بعرض خفيف كده، عرض حلويات، عرض للناس اللي هي بتطلب العروض الخفيفة. ده عرض خفيف يا جماعة، دولة بالصلاة على حضرة النبي، صلوا على سيدنا النبي أول حاجة، ودعمونا بلايك للفيديو يا جماعة، خلي الفيديو بتاعنا يطلع بالصلاة على حضرة النبي. دولة 13 خروف جاني يا جماعة، دولة 13 خروف جاني. وإيه تاني معانا مع الجاني؟ وفيهم الخروف ده يا جماعة، ده من ضمن ال 13 ده يا جماعة. المرعى بتاعته بصراحة كانت يعني إيه، ما كانش عارف، ما كانش فيه مية أو فيه إيه، المهم بس هو بياكل بسم الله ما شاء الله أهو. اللي محتاجه مع العرض تمام، اللي مش محتاجه برضه بتاعي أهو. خرفان يا جماعة آخر حلاوة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. زي ما أنتم شايفين المال يا جماعة، دول 13 خروف، الأعمار دي كلها يا جماعة أعمار خمس شهور وست شهور وسبع شهور، يعني أعمار مختلفة أهو. بالصلاة على حضرة النبي تبارك الله. ومعانا إيه تاني يا جماعة؟ معانا مفاجأة العرض ده يا جماعة، معانا نعجة برديسي من المال الطيب. بصوا يا جماعة فرشكم نعامة يا جماعة، الله أكبر، نعامة مش نعية، نعامة. إيه المفاجأة اللي في العرض ده؟ النعية دي يا جماعة تحتيها ذكر وانتاية، طلع لي النعية يا معلم حلمي خلي الناس تشوف. النعية دي يا جماعة تحتيها ذكر وانتاية، طب وإيه تاني؟ وعشر أربع شهور يا جماعة. العشر فيها أربع شهور، يعني إن شاء الله بإذن الله شهر بإذن الله الخلف ده بتاع ربنا. خلف دي والرزق ده بتاع ربنا، بس ان شاء الله بعد شهر شهر ونص بالكثير يبقى عندك اربع، يعني كده يبقى عندك خمس حتت باذن الله. عرض فرصه يا جماعه، عرض فرصه، عرض النعي البرديسي ده يا جماعه عرض فرصه. بسم الله ما شاء الله، نعيه تحتيها ذكر وانتايه، والعشر فيها اربع شهور. النعيه دي يا جماعه قافله على الاول، سنها قافل على الاول. ده الذكر يا جماعه ده اللي من هنا، ودي النتايه بالتمام. جر كده معلم ورينا كده، خلينا نشوف العيال، عيالها دول ولا مش عيالها. جر كده، جر، ايوه جر، اهي يا جماعه عشر اربع شهور وتحتيها ذكر وانتاية. جر يا معلم. طب ارجع تاني كده، ارجع تاني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا النبي. اهي يا جماعه نعام، الله اكبر يا جماعه. البرديس يا جماعه، العشق البرديسي ده، برديس يا جماعه في كل حته معاها، تحتها ذكر وانتاية والعشر اربع شهور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي يا جماعه عشان انا عارف اسعار، وانا قلتها في الفيديو بتاع الغنم والماعز امبارح، البرديسي راح في حته ثانيه. فدي يا جماعه احنا هنملوك اللي عليها، اللي احنا اشترينا منيها، والناس اللي اشترينا منهم بيتابعوا الفيديوهات، يعني هنكون في يعني في مصداقيه وغير مصداقيه، فالناس هتعلق يعني. دي يا جماعه احنا جايبينها من السوق بعيد من بوابتها وعربيتها، والله ب 83 8300. دي فلوسها يا جماعه، دي حكوتها هيبقى فيها بالعرق، يعني دي اللي محتاجها احنا تحت امره. دي يا جماعه نعيه عشر اربع شهور وتحتيها ذكر وانتايه، فلوسها اللي احنا دفعنا فيها 8300 جنيه، يعني 83 اهو. ادي يا جماعه هات كده، امسكها حلمي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر يا جماعه، على مهلك عليها، الله اكبر. البرديسي ده يا جماعه يعني ايه، يعني في الصعيد بما يرضي الله مميز، يعني يعني حاجه كده، حاجه صنفه بسم الله ما شاء الله يرمى. بص يا جماعه ادي الضر بتاعه اهو، ضر يا جماعه. ويا جماعه للامانه كمان، يعني للامانه دي يعني الناس اللي كانت مع اللي كان عنديها يعني كانت جعانه شويه بصراحه، يعني على رغم الجرامه دي هي مش ناقصه حاجه، بس النعجه دي يا جماعه بتدي حجم اكبر من كده، هي جعانه بس شويه. ادي عيالها وادي النعجه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي فلوسها يا جماعه اللي احنا اشتريناها بيها 8300 جنيه، ده بالنسبه لأول عرض في الفيديو ده. احنا يا جماعة النهاردة معانا ثلاث عروض،
معانا العرض النعي البرديسي تحتيها 22 4 شهور، ومعانا 13 خروف في العرض دي، ومعانا عرض تاني اللي هو العرض الكبير يا جماعة 25 خروف جاني. لحمه محير مش جاني، ده الجاني. دول يا جماعة 13 خروف فيهم. الخروف ده يا جماعة، الخروف ده زي ما فهمتكم كان عطشان وكان جعان، ده عايز يا جماعة ده عايز يتجز ويعني ايه، وحقن صوبر فاهم، وحقن اللي هي الثمان امراض دي، وان شاء الله يتحول معك. مش لازمك برضو بتاعي، عندي بقى الحلوات التانية. دول يا جماعة من ضمن الحبل، احنا عارفين يا جماعة ان الحبل يعني بيتشال كله على بعض، فيهم خروف ناقص، فيهم خروف اعرج، فيهم خروف اعور، فيهم خروف من ضمن الحبل، فالحبل بيتباع كله مع بعض. دول يا جماعة 13 خروف السعر اللي داير ليهم يا جماعة 2350، السعر اللي داير ليهم 2350 لل 13 خروف اهم يا جماعة، السعر اللي داير ليهم يا جماعة 2350 للراس. صلوا على سيدنا النبي، وما تنسوناش في لايك للفيديو يا جماعة، ادعمونا يا جماعة بالصلاة على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دول يا جماعة الداير فيهم 2350. طبعا يا جماعة احنا العلامات اللي معلمها لهم دول يا جماعة عشان في بهايم تاني، عشان ما يختلفش الحبل ايه يخش في حبل، الناس عارفة يعني الكلام ده، فدايما بنديهم حتة دوك وكده يعني ايه. طبعا احنا يعني الحمد لله يعني اهو المزرعة والمزرعة الصغيرة بتاعتنا والحوش الصغير بتاعنا مقسمينه، يعني مقسمينه زي عنابر كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هم يا جماعة 13 خروف الداير ليهم 2350 للرأس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والنعي يا جماعة فلوسها، عشان طبعا يا جماعة في حاجات بتبقى أسعارها عالية، فاحنا ما بنقدرش يعني نتكلم فيها غير ان احنا نحط لك سعرها وبيعها يبقى بالعرق. دي فلوسها 8300 جنيه، دي الفلوس اللي احنا شاريين بيها. وادي حبل الخرفان الجاني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طلع لي كده كم خروف يا حلمي من دولة، دولة كلهم ذكور ما فهمش نت يا جماعة، حبله كله ذكور. هذا يا جماعة العمة والمدة والطرف حاجة الله أكبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعة اهو هذه الحلويات يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، ايوه افردهم لي كده، الله ينور عليكم على الحلم. هذه الحلويات يا جماعة، هذه الحلويات الله أكبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شوف ولدها، بص ولدها عشان بعد عنها. لسه بيرضع كمان يا جماعه. الصلاة على النبي تبارك الله. اهل البرديسه يا جماعه، اللي عايز مال صح يا جماعه ياخد المال البرديسي ده، اللي عايز مال صح كده يسعاه. يعني مثلا لو واحد مش عنده امكانيه انه عايز 13 خروف، لا عايز حاجه قليل، عايز راسين ثلاثه، خد النعيه دي. النعيه دي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خد النعية دي وخليها في البيت واهتم بيها، هتديك أكتر من كده، هترد معاك أكتر من كده. الصلاة على النبي تبارك الله. شايفين الطرف يا جماعة، طرف البرديسي مش اللي هو الضخم، لا اللي هو الحلو، الطرف الحلو الجميل، الطرف اللي مزين البهيمة يعني. أهو بصوا ولدها أهو برضو طرف ما شاء الله تبارك الله. بصوا بنتها أهي ما شاء الله طرفها برضو حلو ما شاء الله. والخروف ده يا جماعة برضو ده مشروع للي عايز يعمله. مثلا بنحاول يا جماعة نخلي الشباب يتحرك شوية يا جماعة، في ظل الظروف ما فيش شغل دلوقتي مع الناس، والدنيا يعني واقفة شوية مع ناس كثيرة، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. خد النعية دي ربنا يكرمك بيها، تولد بعد مثلا 3 4 شهور، تبيعها مثلا بتمنها اللي انت اشتريت بيه، ويفضلوا معاك مكسبها الخروف والنتاية. الخروف هيعشر النتاية دي، النتاية تبقى معاك عشر، وهكذا الدورة ايه بتدور معاك. يعني دول ممكن يعيشوا على شوية عيش ناشف من بواقي البيت، على شوية دريس حجازي، قدرت تجيب لهم شوية شام، قدرت ما قدرتش فاهمني، كويسين على كده مع شوية البرسيم الأخضر، وتبارك الله وبارك الله فيما رزق. مش عايزين نطول عليكم في الفيديو ده يا جماعة، نقولوا رقم التليفون 010-15-420-713. نقولوا رقم تاني عشان الناس بتقول أنا مل الرقم بالراحة، 010-15-420-713. ده عرض يا جماعة، 13 خروف حبل واحد مع بعض، الداير ليهم 2350 للرأس، وفي نعجة عشر 4 شهور تحتها ذكر وانتاية وقافلة على الأول، فلوسها 83 والحكوة فيها هيبقى في العرق.
في نهاية الفيديو لعجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.